بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله حصة جديدة من حصص تحضير لشهادة أدمين سيستم على ريد هات. اليوم إن شاء الله راح نكمله دائما مع التخزين والتكنولوجيات المستعملة، وخاصة على لينكس، وهي نفس الشيء، نفس التكنولوجيات المستعملة في أغلب التوزيعات. شفنا في حصة البارحة الستاندر بارتيشن، ولا كيف نتعامل مع الديسك بطريقة عادية ولا الطريقة المستعملة قديما. المشكل أنه إذا أخذنا مثال على الديسك، هنا عندك بارتيشن، أوكي، هذه فيها بارتيشن فيها 10 جيجا، وهذه فيها مثلا 200 جيجا. اوكي، هذه اعطيتها الفايل سيستم وعملت لها ماونت على امانتي مثلا داتا، اوكي، وهذا عملت لها ماونت على مكان ثاني اللي هو مثلا لوجز. اوكي، هنا في طريقة الاستعمال هذه العادية تطرح الكثير من المشاكل. المشكل الأول أنه هذا البارتيشن هو بارتيشن صعب كثير أنك تغير في الحجم نتاعه، مثلا من 10 تروح ل 20 مثلا، ولا تنقص بخمسة ولا تزيد بخمسة، هذه تصبح كثير زيادة ممكنة، لكن لازم لها كثير من الاكسبرتيز اذا صح القول. ونفس الشيء في الثاني، راح يكون عندنا مشكله وما عندنا فيها مرونه في التعامل مع هذا البارتيشن. من اجل حل هذه المشاكل، لينكس عملوا امبليمنتيشن لشيء اخر ولا نوع اخر من ستوريج، هذا ستاندر ستوريج، وهنا رحنا لنوع ثاني اللي هو ال VM، من اسمه اصلا Logical Volume Management. Logical Volume Management معناتها اصلا كلمه Logical انه physically ما كاين حاجه اسمها مثلا Partition. هو لما نحكي Physical رحنا نحكي على نفس الشيء Partition ولا الديسك نفسه. في ال LVM، في ال LVM لازم يكون عندك بعض المعلومات عليه، كاين بعض المفاهيم اللي لازم واحد ياخذ باله منها، كل شيء وعنده معنى. عندك الفيزيكال ديفايس، اوكي، وهذا لما نتكلم على الفيزيكال ديفايس نتكلم على ديسك ولا نتكلم على بارتيشن. يمكن أنك تستعمل ديسك مباشرة كامل أو تستعمل فقط بارتيشن. هي من في أرض الواقع ولا برودكشن استعملوا غالبا ديسك مباشرة لا داعي للبارتيشن. هذا اللاير هنا هذا خاص بالستوريج اللي يشوفه كامل الناس، هذا هو الفيزيكال ستوريج. لكن بعد هذه يدخل الكونسبت الخاصين بالالفيام. الكونسبت الاول هو فيزيكال، لكن زدنا لها كلمه فوليوم. اوكي، فيزيكال فوليوم وش معناتها؟ معناتها انك تحول الفيزيكال ديسك، الديسك يكون مستعمل من طرف ال في ام. خلينا نشوفها من ناحيه ثانيه، هي نفسها ان يمكن القول ان عملنا تهيئه بس مش الفايل سيستم، لشيء ثاني اللي هو فيزيكال فوليوم، لانه هنا راح نروحوا لشيء اسمه راح يتغير هنا اليونيتي ولا ميجر يونيتي، هنا هي سيكتور،
ولا البلوك، اوكي. لكن هنا تتغير تولي اسم ثاني اللي هو extend، معناتها reservation، ولا لما تعمل reservation للستوريج ما راحش يكون بالحجم اكثر منه بالاكستند، وراح نشوفه معناتها بعد. وهذا ما يسمى بالبي في، فيزيكال فوليوم، اوكي. بعدين هذا الفيزيكال فوليوم باش يكون عندنا مرونه، لكي يكون عندنا مرونه في التعامل مع مختلف هذا الديسكات، وش لازم نجمعهم. الجمع نتاعهم يتسمى فوليوم جروب، فوليوم جروب، اوكي. فوليوم جروب هو مش معناتها هو يمكن ان نسموه بول ستوريج، بول ستوريج يمكن نسموه، اللي الناس تعرف الراد، تكنولوجي راد، هو اني اجمع مجموعه من الديسكات في ديسك واحد، اوكي. وراح يخليني يكون عندي مثلا حجم اكبر، يكون عندي اشياء احسن من انه يكون ديسك مستعمل لوحده. لحد الآن هذه هنا نستعمله بالإكستند كذلك. هذا هنا فيه الفيزيكال إكستند وهذا اللوجيكال إكستند، معناتها هذا تقسيم الحقيقي يتبع تقسيم منطقي تابع للفوليوم اللي هو نفس الترم إكستندد. وهنا عندنا ما يسمى بالفيجي فوليوم جروب. البارتيشن اللي هو هذا في الديسك العادي الإكيفالنت نتاعه حاليا في الـ LVM راح يكون Logical Volume، Logical Volume اللي هو LV، اللي هو LV. هذا هو البارتيشن اللي نعمله عليها MKFS، ونعمله عليها الماونت يدوي ولا اوتوماتيكي في الافستاب. كل هذا الشيء يتم باستعمال اللوجيكال فوليوم. واليونت اللي نستعملوها في الريزرفيشن هو لوجيكال اكستند، اللي هو اصلا مابت تو فيزيكال اكستند. خلينا نشوفوها بطريقه اخرى هذه، اوكي. راح نشوفوها بطريقه اخرى ومختلف الأوامر اللي نستعمله من أجل الوصول للهدف تاعنا في Logical Volume Management. أوكي، خلينا نشوفه أنه من المفروض أن عندك بادئا ببدء عندك Physical Disk. هذا هو الديسك نتاعك اللي هو Physical، أوكي. عندك الأول، عندك الثاني مثلا، وعندك الثالث، أوكي. هذه تذكروا معايا أنه هذا اللاير هنا، هذا اللاير هو الفيزيكال لاير، هذا اللي تشوفه أنت عادي وكنت تستعمله من قبل. عوض ما نروح نستعمل مباشرة الديسك راح نستعملها بطريقة ثانية، لكن راح نزيد شيء ثاني اللي هو تحويل الأول. راح نحول كل هذا رجعوهم للفيزيكال فوليوم، أوكي. فيزيكال فوليوم ونفس الشيء هنا، فيزيكال فوليوم وفيزيكال فوليوم. هذا الذهاب من فيزيكال اللي مثلا اذا كان عندي هنايا سلاش داف اس دي مثلا باش نحضره ويولي فيزيكال فوليوم، نستعملوا الكوماند بي في كرييت مباشره على اسم، ويمكن التحقق بالبي في اس مباشره، PV scan ولا PV display، تعطيك أكثر معلومات على الفيزيكال فوليوم. هادو ثلاث
أوامر اللي لازم تأخذ بالك منه، 3 أوامر اللي لازم تأخذ بالك منه. نجول الآن للشيء الثالث اللي هو الجمع بينهم. الجمع بينهم راح يكون هذو نجمعهم كامل في volume group. مثلا إذا كان هذا فيه 100 جيجا هنا يا فيهم، الجديد راح يكون عندي 300 جيجا. مثلا أنا هنا إذا رجعنا في البداية وحوست، مثلا حاولت أني أعمل فايل سيستم ب150 جيجا، مستحيل، لأنه أني أكبر فوليوم عندي هو 100. لكن هذا المستحيل أصبح 100 بالإمكان بعد هذا الحجم. هذا الذهاب من هذا من الفيزيكال هك يكون بالفيجي كرييت، والتست يكون بالفيجي فيجي كرييت فيجي اس وفيجي ديسبلاي. إذا تلاحظوا أنه نفس الشيء تعاود، PV VG PV create PVS PV display VG create VGS VG، هادو نفسهم نفس الكوموند نستعملهم. والشيء اللي نقدروا نعينوه هنا في هذه اللحظة أنه يمكن أنك تعطي الإكستند، تعطيها حجم اللي تستعمله. أنا مثلا باي ديفولت يكون به 4 ميجا. 4 ميجا شو معناتها؟ معناتها لما تجي تعمل ريزرفيشن لازم تعمل بالعدد الإكستند. شو معناتها؟ إذا عملت 10 إكستند ريزرفيشن معناتها أني الديت بارتيشن فيها 40 ميجا. لكن من المستحيل أنك تدير بارتيشن فيه 41، لأنه هذه مستحيل تكون بعدد الإكستند اللي هو مبني على 4. أوكي، ما هنايا هذه باي ديفولت، واحد يقدر يغيرها على حسب الريزرفيشن اللي عندك. أوكي، ما راحش ندخله في ال ديتالز، ولا الديتالز نتاع علاش الاكستند لمدة 4 ولا 32، لأن في هذا الليفل ما يهم. طيب الآن وصلنا، أنه وصلنا للفوليوم جروب. الفوليوم جروب بعدين يصبح شيء ثاني اللي هو مستعمل من عندنا بال هذا هو logical volume. هذا هو الاسم نتاع البارتيشن اللي كنا نعرفوه في الديسك العادي. الديسك العادي معناته انا يا نعمل ميك على هذا ونعمل ماونت على هذا. الان اسماء كيش يتسموا؟ احنا كنا نعرفوا باللي هذا اس دي، انا عارفينها سلاش ديف سلاف اس دي. الاسم نتاع البي في ما بيتغير، يبقى نفسه. اللي يتغير هنا هو انه لما تعمل كرييت للفي تعطيه اسم للفي جي. الاسم للفي جي راح يكون عنده مكان في الداب، مثلا في جي 1. اوكي، هذا الان هذا الفولدر راح يكون فيه داخل فايلات، هذو كل فايلات يمثلوا الفي. مثلا نجي لهنايا dev vg1 data، وتشوفوا باللي حتى اسم البارتيشن يكون عنده معنى احسن من سلاش dev sdr1. شو معناتها؟ لازم تروح لل
للمونت اللي عملته وتشوف المحتوى نتاعه وليش مستعمل هذاك المحتوى. لكن هنا مجرد انك تشوف اسم الفوليوم تعرف هذاك الفوليوم مستعمل لاي غرض، وهذا من بين النقاط الايجابيه. فالشيء الثاني انه نفس الشيء هنا عندكم lv create vg lv s lv display. اوكي lv display اللي تخليكم تشوفوا معلومات على الفي جي. هنا من المعلومات اللي نشوفوهم في الفي جي ديسبلاي انه العدد اكستند اللي راهو مستعمل والباقي، ولا يمكن تشوفها بالفوليوم الحجم غير مستعمل والحجم المستعمل، لك عشان تعطيك نظرة شحال من مثلا كم من فوليوم يمكن الشيء الثاني انه عدد الفوليوم هنا اللي يمكن تنشأها انت حر فيه، مش مثل الستاندر بارتيشن اللي شفنا فيه انه اكبر عدد من البارتيشن يمكن تعامله هو 15 بارتيشن. اوكي في الام بي ار و 128 في الجي بي تي اذا استعملت الجي بي تي مثلا. هذه الكونسبت الخاص بالال في ام، هذا الكونسبت الخاص بالال في ام. هذا الديسك هنا قادر يكون بارتيشن قلنا، وقادر يكون ديسك كامل، وقادر يكون مثلا راد ديسك مجموعه من الديسكات مجموعين في الراد اللي هي تكنولوجيا اخرى. هذا الشيء الاخر الان اللي نشوفه انه مثلا اذا اخذت انا هذه فيها 150 جيجا وهذا فيه 150 جيجا وحبيت اعمل وحده جديده فيها 100 جيجا، المشكل انه حاليا عندي 300 ميجا. وش لازم؟ لازم سهله تجيب ديسك جديد تعمل له تهيئه بالبي في، تعمل له بي في كرييت عادي، بعدين شو راح تعمل هنايا؟ عوض ما تدير في جي كرييت راح تدير في جي اكستند. اوكي تدير في جي اكستند ويكبر هذا يتحول ل 400 ويمكن انشاء الفي جي الفي جديد. والعكس مثلا اذا حبيت مثلا انا كان عندي هنا ساطع وحبيت نروح نجدد الديسكات راح نرجعهم كامل اس اس دي، نجددهم بالواحد. شو لازم؟ لازم تعمل في جي ريديوس. في جي ريديوس معناتها راح تنقص الفوليوم من الفي جي، لكن قبل ما ننقص الفوليوم من الفي جي لازم نعمل بي في موف. وش معناتها بي في موف؟ معناتها كل الداتا اللي يكون هنا راح اعمل لهم موف على ديسك اخر يكون بامكانه احتواء المحتوى اللي كان في الديسك اللي حابين نحيوه. وإذا تشوف هنا إذا ما كان عندك مكان أنك تحط فيه الداتا اللي راها في هذا الديسك اللي حاب تنحيه، هذه الحالة مستحيل تعمل ريموف لهذا البي في حتى تجد مكان تحط فيه كل هذه الداتا. لما تكمل هذه راح تدير بي في موف، من بعد تدير بي في بي في ريموف. وهذه مثلا تعطيك طريقة لتعمل بها الإكستند والريديوس على الفايل على الـ LVM على الـ LVM. هذا الكونسبت. هل فيه أسئلة قبل ما نروحوا لللاب؟ هل فيه أسئلة قبل ما نروحوا لللاب؟
اوكي يمكن انشاء الفي ام على راد عادي. اوكي تعمل له بس بي في كرييت. الان نروح لل شيء ثاني اللي هو كيف نتعامله مع هذا الكونسبت بالكوماند لاين. اوكي نروحوا نشوفوا مثلا اذا عملنا ال بي في اس اللي شفناها قبل راح نشوف انه فيه اصلا حاليا فيزيكال فوليوم مستعمل بالريال اللي هو اسم الفي جي فوليوم جروب مراد الراد والال في ام مش نفس الشيء مش نفس الشيء. الراد المعنى نتاعه هو الهاي افيلابيليتي تاع الداتا ولا الميرورينج. اوكي ولا تضيف فاذا كبرت مثلا اذا كان عندك راد زيرو مثلا اللي هو يجمع الديسكات اذا راح لك ديسك راح كلش. لا مش نفس الشيء. راد شيء والال في ام شيء اخر. اذا عملنا بي في معناتها انه هذا البي في اصلا مستعمل ما نقدر نستعمله وهذا السايز نتاع اذا والبي في كل شيء مستعمل. اوكي راح نشوفه في جي اس راح تشوف انه هذا اسم الفوليوم جروب هو ريل عدد الفوليوم فيزيكال فوليوم اللي فيه هو واحد وعدد اللوجيكال فوليوم اللي منشأ فيه هو اثنين. كاين الميرورينج يحيى في الال في ام. اوكي كاين ميرورينج في الال في ام وهنا عندنا نظرة على السايزنج. اوكي لكن ما فيه حاجة كبيرة في الفري زيرو معناتها كل الفوليوم مستعمل كل الفي جي مستعمل. اذا عملت في جي ديسبلاي على هل راح يكون عندك شيء ثاني. الاهم عندنا current LV logical volume اللي عاملينهم ال PV اللي مستعمل ال VG size اللي هو 19 ال physical extent size تشوفوه 4 ال total PE هو 2000 والمستعمل كله مستعمل 2303 اللي هي تشوفوا دايرين اصغر من معناتها تقريب لانه الحكايه متعلقه بالأربعة ميجا اللي عندنا هنا. عفوا نروح نشوفوا شيء ثاني. اذا عندنا بي في ديسبلاي احنا اصلا عندنا غير واحد ما حتشوفوا عندك معلومات عليه الفري انه مستعمل كامل وهذه معلومات يمكن تعرف بها هل البي في حاليا مستعمل ام. اوكي راح نشوفوا حنايا الاس بي ال كا راح نخيروا اللي مش مستعملين. مثلا عندنا اخر واحد مش مستعمل واحد مش مستعمل هو الاس اي. اليوم راح نعملوا بارتيشن على الاس دي وفيه 1 جيجا راح نعملوا البارتيشن بالكوماند لاين من غير ما يكون انتراكتيف ونستعملوا فيه بارتد. كل مره اعطيكم طريقه للتعامل مع الكوماند بارتد ممكن ندخل له مباشره مثلا ويمكن نتعامل مع الديسك دايركتلي مباشره اللي هو اس دي اي راح نقول له ام كبارت معناتها انشئ لي بارتيشن النوع نتاعها بريماري. اوكي تبدا من الميجا بايت. خذوا بالكم من الاستعمالات هنا مثلا
وراح نروح حتى ميجا بايت. هذا وش معناتها؟ معناتها راح ندير بارتيشن اول فيه 100 ميجا، ما يبديش من الاول سيكتور، لانه الاول من المفروض هو مكان مخصص للبارتيشن، وتعمل عليها هاوس. كيف ما اعرف print خلينا نستعمله مباشرة. شوف ما مستعمل. غريب. خلينا نعاودوه بالسي، انه هذا بي دي سي. باش نتعرفو print recognize disk. خلينا نديرو شي تاني exit. أعتقد أنه أصلاً مش مستعمل من قبل. راح أعمل شيء تاني parted minus as dev sd at mk label، ونستعملوه مثلا gpt. اوكي هاي اصلا ما كان وما كنا عطيناه نوع للبارتيشن، هو من نوع امبير ولا دوس ولا جي بي تي، على في هذه الحاله ما قدر يشوف. اوكي بارتد سلاش ديف اس دي اي برينت، راح تشوف انه عندك بارتيشن جديد. راح نزيدو بارتيشن ثاني وبارتيشن ثالث لان نستحقوهم. خذوا بالكم هنا راح يكون من 1 200 201 مثلا. اوكي ونزيدوا الثالث راح يكون 300. خلينا معلش برينت نتأكدوا منهم 3. اوكي راح نعملوا لهم هنايا الفلاج ال في ام، رجعوهم تيب ال في ام. تيب ال في ام بارتد ماينس اس دف اس دي اي سيت ورقم البارتيشن، ونعملوا عليه ال في ام اون. ونفس الشيء تعملوا مع الأخري. اوكي هذا تحضير فقط لل راح تشوف ان بعدين تعرف انه هذه الاربعه موجهين للاستعمال في الالفيه. نروحوا الان نستعملوا بي في اس. عندنا فقط الفي دي اي بي في كرييت، راح نستعمل فقط اثنين sdr and slash dev sdr 2. اوكي
إذا عملت PBS من جديد راح تشوف أنه حالياً عندنا 2 من PV جدد لكن لحد الآن غير مستعملين. هذا الخانات هنا تعرف بهم هذا الديسك ولا هذا الفيزيكال فوليوم أعطي لأي فوليوم جروب. أوكي الآن نجو نعملو كرييت ل VJ كرييت. أوكي تعطيه الاسم مثلا في جي ديبو. اوكي والفي جي اللي راح تستعمله اوكي الاول والداف اس دي اي. اوكي اذا درت بي في اس من جديد راح نشوف انه الآن هذا الباك مستعمل من طرف الفيدي ديم مستعمل من طرف الفيدي ديم. أوكي الآن الشي اللي راح نديرو عندي الآن الفي جي وعندي البي في خصني الالفي اللي هو إذا عملت أنا الآن سلاش داف في جي ديمو لحد الآن ما عندي أنا هذا الفولدر lv create. أوكي نعطيها الاسم والاسم يكون مثلا data هذا الأول تعطيه العدد. هنا خذوا بالكم هنا إما تعطيه بالإكستنت وقل له هنا 25. شو معناتها 25؟ معناتها 25 في 4 هي 100. اوكي ونعمل الفي جي اللي راح نستعمله. اوكي في جي ديم هذا الطريقة الأولى. اوكي ماينس ال إذا عملت ال في اس راح تشوف باللي عندك داتا والسايز نتاعو هو 100. هذه المئة مين جابها؟ هو جابها من 25 جابها من 25. إذا عملت VGS راح تشوف أنه حاليا فيه 2 من PV وفيه 1 LV والمستعمل حاليا هو 100 والفاضي هو 92. أوكي الفري أنا إذا حبيت نشوف أكثر VG Display نعطيه اسم الفيجي اللي حاب نشوف المعلومات عليه راح نشوف انه عندي 192 ميجا بالأربعة اللي هي الاكستنت مجموع اذا قسمنا هذه على أربعة راح يكون عندنا 42 استعملنا 25 والباقي 23. اوكي والباقي 23. اذا حبيت نعمل نفس الشيء lv create minus l وراح نسميها logs مثلا هذه المرة نعمل l في هذه الحالة نعطيه مثلا 90 ميجا. اوكي في ال vj عارفوا احنا اصلا عندنا 92 معناتها راني في المعقول 90 عادي ما عندي فيها مشكلة. Raining upside to full size extend 92. إذا شفت LVS راح تشوف اللي أعطاها 92 ما يقدر يعطيها 90 لأنه 90 لا تقبل القسمة على 4. في هذه الحالة أعطاكم 92 اللي هي أقرب للأكبر من 88. أوكي من 88. إذا شفت VJ S راح تشوف أنه حتى هنا ما عندي فري معناتها حاليا إذا حبيت نزيد نزيد شيء ثاني. أوكي PVS راح تشوف لي PV فري هو صفر مستعمل كامل مستعمل. اوكي كامل مستعمل
إذا حبيت نزيد LV جديد ما راح نصير، ونشوفه ثاني slash dev VG demo راح تشوفه. لكن في الحقيقة أنه إذا شفنا هذا، نعطيك مثال VG demo مثلا على الداتا، أوكي شفتوا وين رايح؟ راح نشوفه نفس الشيء باسم mapper vg data، وراح تشوفوا بلي حتى هذا يروح لنفس الديفايس mapper اللي هو الثاني، ومعنتها انه اسم ال VM يمكن ياخذ اثنين، اسم اللي هو ال VG slash dev اسم ال VG slash اسم ال LV، ولا تعطيه اسم slash dev slash mapper mapping. هذا معناتها حاجة ما كانش فيزيكال، عملنا عليها mapping باستعمال ال LVM، وراح يكون عندك VG اسم ال VG minus اسم ال LV. تستعمل هذه ولا تستعمل هذه نفس الشيء، تستعمل هذه ولا تستعمل هذه قلنا نفس الشيء. الآن حابين نستعملوها، من الاستعمال نتاعها راح ندير MKFS مثلا XFS VG demo data. إذا عملت BLK ID راح تشوف باللي عندك داتا تحل جديد، وهو الـ UID تاعه تيس إكس إف إس. وش راح ندير؟ mkdir mnt data، ونروح على fstar لأنه من المفروض كل الموديفيكيشن تكون، وراح نستعمل حاجة بذكاء أني نروح لهذه مثلا yp، ونجي هنايا ونبدل امانتي عش داتا اكس اف اس، ما عندي مشكل. وهنا يعوض الاسم ندير في جي ديمو سلاش داتا، ونتاكد اني ما عملت اخطاء بالماونت ما ونعمل دي اف ماينس هاش بالتاكد. هذه الطريقه اللي راح تتاكد بها بطريقه سلسه اذا المابر طلع ولا، وهو اللي مستعمله حاليا يعني. مثلا اذا انا حبيت نستعمل نفس الشيء من اجل السواب، لازم نكري ال في ام ونعمل له ام كاسواب ام كاون swap on mk swap، من بعد ندير swap on، وهي كملت الحكاية. هي نفس الطريقة لما نوصلوا للفايل سيستم، هي نفس الطريقة نفسها. مثلا الآن راح نشوفوا شيء ثاني حبينا نزيده في شفنا باللي VGS هذا كله مستهلك، وأنا خصني بارتيشن جديد. وش راح نشوف؟ راح نشوف اذا عندي اصلا بي في اس مش مستعمل. ما عندي بي في اس مش مستعمل، راح نشوف اذا عندي بارتيشن مو مستعمل. هل اس بي ال كا هذا مستعمل بالال في، هذا مستعمل وفيه اثنين. شوفوا داتا خذوا منها بارتي هنا وبارتي هنا، لأنه الداتا فيها 100 وشيء، وهذا خرجنا هنا عندنا information عليه. هذا غير مستعمل حاليا، راح نوجده في pv create slash dev sdr3 oops pvs، راح يشوف شوف باللي عندي هذا غير مستعمل. نروح ندير pvgs نشوف انه حاليا صفر، ندير vg extend
اوكي في زي اكستند للفي جي ديمو بالاخر واحد ضفناه. اوكي نشوف في جي اس مجدي راح تشوف انه عندك تغير شيء ان الفري زاد والشيء الثاني انه نمبر اوف بي في زاد كذلك اللي رجع ثلاثة. وقلنا يمكن الان واحد يضيف عادي الفي جديد ويستعمله بارتيشن مثلا. الان احنا ما الهدف منها مش نزيده، لكن الهدف انه اذا شفت الفي اس راح نشوف انه الداتا فيها 100. اوكي انا الداتا حاب نزيدها ونرجعها 150 مثلا. اوكي ولا خلينا نقول 160، راح ندير الفي اكستند. اوكي هذا الشيء اللي يمكن تعمل عليه انت يا الاكستان، وتعمل ماينس ال ولا ماينس ال، قلنا ال كبيرة تستعمل فيها اليونت اللي هو الميجا والجيجا والتيرا، والال صغيرة تستعمل فيها الاكستان. تفهمنا راح نزيدو اكستان لخاطر شي سهل عليا الحسابات. اوكي ممكن انك تستعمل زائد وتقول العدد اللي راح تزيده، مثلا راح نزيد 10 تاع الاكستند من 100 راح نروح 140. حذاري اذا عملته هاك معناتها راك تقول له رجع الالفي ال10 اكستند فقط، ما راح نزيد معناتها نزيد زائد. اوكي نزيد زائد مباشره. واذا ممكن اني كذلك نستعمل هذه مثلا نقول له اعمل لي 60% من الفري المستعمل. اوكي هذه طريقه ثانيه انك تستعملها، وهذه تستعملها مع ال كبيره ولا الصغيره بنفس السنتاكس بنفس السنتاكس. ونعمل شكون هو اللي حاب نضيف له اللي هو في جي ديمو ديمو سلاش داتا. اوكي الف اكستند ونشوفه الان ال في اس من جديد. هذه راح تشوف انه رجعت 160 اللي كنت انا حاب اصلا نزيدها، هي 60 160 رجعنا للعدد اللي رجعنا. لكن المشكل اذا درت في جي اس راح تشوف انه نقصت، بقات لي فقط 36. المشكل انه الإضافة اللي زدتها في الـ LVM الفايل سيستم ما عنده عليها فكرة. إذا عملت DF ما إيش راح تشوف أنه في حدود المئة، معناتها 160 ما شافها. هنا لازم تضيف كوماند آخر اللي به تعلم الفايل سيستم أنه في زيادة XFS grow معناتها زيادة على slash VJ ديمو داتا، ونعمل هيك راح تشوفوا انه زاد في وهنا اصبح عندنا زيادة. وشفتوا كل هذا الشيء راني نعمله والناس تستعمل عادي في البارتيشن، مش بالضرورة انه الناس اللي يستعملوا في هذا البارتيشن يوقفوا العمل من اجل ان نعمل موديفيكيشن ولا تغييرات اللي نقوم بها تكون على الساخن. اوكي هذه الشيء اللي ممكن واحد يعمل به اكستاند. اذا عملتوا الاكستاند على الاكس اف اس نستعملوا اكس اف اس جرو. اذا كان عندك الفايل سيستم هو من عائله الاكس تي اكس تي 3 اكس تي 4 في هذه الحاله تستعمل ريسايز تو اف اس عوض جرو أفس. اوكي هذا فيما يخص الزياده. السؤال احمد اكس اف اس هذيك ال في كاين حاجه يسموها ال في ريديوس، معناتها
انا شفت باللي عندي 150 اعطيته 150 هو يستعمل في 50، ثم اعطيته زياده اكثر لازم نقص له 50 مثلا يتقعد له 100 فقط. فهذه الحاجه نستعملوا الفي ريديوس. خذوا بالكم عمليه الريديوس عندها شروط. الشرط الاول انه الفايل سيستم لازم يكون mounted on read only. اوكي، لاني من بعد راح اعمل عليه تشيك. لازم تتأكد إذا عملت mount على grab data لازم تتأكد هنا فيه read only، معناتها لازم أنا نعمل mount مو remount read only slash mnt slash data. أوكي، ونتأكد بعدين تعمل الافسيكا بس تتاكد انه ما في اخطاء في الفايل سيستم. هذا الشيء الثاني، تعمل افسيكا عليه. اوكي، وبعدين عاده تعمل ريديوس، بعدين تعمل ريديوس. شيء الملاحظه الثانيه، مستحيل عمل حاليا ريديوس على الاكس اف اس، لانه من خصائص الاكس اف اس عنده مشكل في التشانك وما تقدرش تعتمد عليه ريديوس. اذا عندك هنا اكس تي 4 اكس تي 3 ممكن، اكس اف اس غير ممكن، الاكستند ممكن في الحالتين، الريديوس في حاله واحده فقط انه يكون من عائله الاكستند، يكون من عائله الاكستند. هذا كل ما له علاقه بالال في ام وطريقة التعامل معه من لحظة الإنشاء حتى ريديوس. إذا حبيت مثلا الاس بيالكا، إذا حبيت مثلا تنقص من واحد فيهم، لازم الحاجة الأولى أنك تنقص تعمل بي في مو تاع وشكاين هنا تعملها في مكان ثاني. أوكي، في حالتنا احنا ما عندنا هذا الحل، ثم في هذه الحالة اللي راهي عندنا مش ممكن انه ننزع ولا نعمل ريموف على اي فيزيكال فوليوم حتى تضيف اخر وتحول الداتا اللي في هذا في الثاني ويمكن تعملوا بي في ريموف عادي. هل عندكم اسئلة فيما يخص ال في ام؟ هل في أسئلة فيما يخص الـ LVM؟ إذا ما في أسئلة، مشكورين على الحضور وبارك الله فيكم، ونتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها وكان الشرح بسيط. وموعدنا إن شاء الله في نفس التوقيت غدا بحول الله. بارك الله فيك أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله، فيك وبركاته.